بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رب البيت العتيق يا كاشف ضر أيوب يا الله يا غافر ذنب داود يا الله يا رافع عيسى ابن مريم يا موسى بالكلمات يا الله يا من غفر لآدم خطيئته يا الله ورفع إبليس مكانا عليا برحمته يا الغرق يا الله وثمود فما أبقى يا الله وقوم نوح من قبل يا الله ودمدم على قوم شعيب يا اتخذ إبراهيم خليلا يا الله يا من اتخذ موسى كريما يا الله إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
يمين فاجعلهم كعصف مأكول. اللهم لحظة من لحظاتك تيسر على غرمائي بها القضاء وتيسرني بها الاقتضاء إنك على كل شيء قدير. لئن شكرتم لأزيدنكم. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رب البيت العتيق يا كاشف ضر أيوب يا الله يا غافر ذنب داود يا الله يا رافع عيسى ابن مريم يا يا موسى بالكلمات يا الله يا من غفر لآدم خطيئته يا الله ورفع إبليس مكانا عليا برحمته يا الغرق يا الله وثمود فما أبقى يا الله وقوم نوح من قبل يا الله ودمدم على قوم شعيب اتخذ إبراهيم خليلا يا الله يا من اتخذ موسى كريما يا الله إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب
يستجيب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميهم بحجارة سجين فاجعلهم كعصف مأمول. اللهم لحظة من لحظاتك تيسر على غرمائي بها القضاء، وتيسرني بها الاقتضاء، إنك على كل شيء قدير. لئن شكرتم لأزيدن صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير.